أهلا بكم من جديد مشاهدينا. ذكرت تقارير إعلامية نشرت مؤخرا أن 22.7% من الأطفال في السعودية يتعرضون للتحرش الجنسي، والعمر الأكثر عرضة لسوء المعاملة الجنسية كان أو جاء من 6 إلى 10 سنوات. اليوم نتحدث في سيدتي عن دور الإعلام وجهودي في هذا المجال والتفاصيل مع خلود من الرياض. إليك خلود. أظن خلود ما هي جاهزة الآن. قبل ما ننتقلها خلينا نشوف بس نسلط الضوء على هذا الموضوع من خلال قصة فيلم سواد أبيض. هو فيلم سعودي قام بصناعته مجموعة من الشباب السعودي. خلينا نشوف المشاهد من هذا الفيلم ونعود إليكم مشاهدين. لا خطأي خلها مشاهدينا. الآن ننتقل إلى زميلتي خلود في الرياض، هي وضيفها ويحدثون أكثر عن هذا الفيلم. إليك خلود. شكرا جيهان. نسلط الضوء على هذا الموضوع من خلال قصة فيلم قصير، وهو فيلم أسود وأبيض، وهو فيلم سعودي قام بصناعته مجموعة من الشباب السعودي. ويسرنا اليوم استقبال الممثل والكاتب والمخرج، أنا في نظري بسميه محمد علي، وهو ممثل كمان فيلم أسود. أهلا بك أستاذ محمد. حياك الله ونورتنا في سدى سيدتي. الله يسلمك. شكرا لك. يعطيك العافية. الله يخليك. طبعا إحنا في البداية أبغى أقول لك باختصار، حكينا عن الفيلم واختيار يعني وقوة جرأتك اخترت في قصة زي هذه. أول شيء شكرا لاستضافتكم. الشيء الثاني، الفيلم اسمه سواد أبيض. سواد أبيض يعني نقدر نقول أنه القصة بدأت أنه لما كنا نشوف أحيانا بعض الجرائم اللي موجودة، الجرائم الجنسية أو التحرش الجنسي بالأطفال في الصحف، عادة تلقى الشخص يقرأ الخبر وبعد كذا يقول يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، بعدين يقلب الصفحة ويتابع خبر رياضي يعني ينسى الموضوع يعني. فأنا أقول أنه دائما اللي يتذكر الموضوع هو اللي يقع في المشكله نفسها يعني، ولا يجد احد انه يدعمه. فمنها بدات اكتب السيناريو اللي موجود. جميل. القصه للفيلم تحكي حياه العائله هذه اللي تم التحرش بابنهم مثلا او ابنتهم، بس من زاويه معينه اللي هي زاويه الاب يعني. يعني انت شدك للفيلم عامه تسويه انك التمست شفت قصص واقعيه قدامك. بالضبط يعني. بالضبط. خاصه الفتره السابقه كان في قصص كثيره. صح. جدا للتحرش والى الان ما شفنا لها حل يعني. صح. فمنها بديت انه ابدا اكتب في الفيلم يعني. جميل رائع. طيب انت عارف ما شاء الله تبارك الله انه احنا كمجتمع يعني سعودي عامه او خليجي عامه عندنا شويه حساسيه في هذه طرح هذه المواضيع. انت كيف ما شاء الله كسرت الحاجز هذا وحاولت انك تلفت الا يعني المجتمع انه لازم نسوي شيء للحوادث هذه اللي بتصير؟ يعني جميل انه نكون محافظين في اشياء اللي واجب نكون احنا محافظين فيها يعني، لكن زي هذه المواضيع واجب نكون محافظين، واجب نكون جريئين جدا. طبعاً طبعاً. لانه المشاكل النفسيه للاطفال من هذه المشاكل، من مشاكل التحرش الجنسي يعني مشاكل اكبر من انها يعني نقول لا والله احنا بنغطيها يعني. أكبر. صح. وبتسبب يعني اكبر الم كمان. صحيح. للطفل عقده يعني. وانا حاولت اني دائما اجيب في الحوار حق الفيلم انه نطرح بعض الاحيان بعض القضايا اللي موجوده الان. جميل. والاشياء اللي تطرا على الناس اثناء. جميل. اثناء ما يقرأوا قصه عن التحرش. جميل. طب تحس انه طبعا الفيلم زي ما انا اعرف انت قلت لي قبل نطلع على الهواء انه انعرض في الخليج عامه. لا يعني احنا شاركنا فيه في مهرجانات. مهرجانات. اي نعم في مهرجانات في طب لفت انتباه عمل انه سوى انه فائده قصه الفيلم
يعني بالضبط يعني سوا وفي يعني مثلا في احد الجهات الحكوميه يعني جميل. لما يعني بس بطريقه سلبيه كانت يعني هذا الجهات الحكوميه لما عرضنا قالوا لا احنا نتخوف من نعرض قضيه زي هذه يعني أيوه. مع ان قلت طب انت بوجهه يعني نظرك ايش كان التخوف يعني ليه ما طرحت هذا السؤال قلت ايش يعني ايش التخوف انه ما تنطرح قضيه زي مو متعودين انهم تطرح حاجات زي كذا بهذا الجراء يعني أيوه. خاصه اني انا عالجت مو عالجت انا انا قلت لي انه انت لفت قلت لانه ما في قوانين موجوده واضحه اساسا اضطر انه الاب يعالجها بطريقته الخاصه يعني صح. فهم كانوا يقولوا انه معالجه الاب كانت يعني عنيفه شويه بالفكره. يسعدك ربي. طيب استاذ محمد احنا نعرف ما شاء الله تبارك الله انت كنت دورك ممثل في ايش الدور اللي كان اللي انت اخذته وما شاء الله على انه كلهم اللي سمعته انك ما شاء الله يعني كنت القصه اخذتها كانه شيء انت يعني احد من اولادك ولا احد من طرف صحيح لانه بما ان الكاتب كنت حاسس بال يعني كنت اكتب وكنت انه اتخيل لو اني انا اللي كنت مكان الشخص فايش رده الفعل الطبيعيه اللي راح انا اقوم فيها يعني فكنت اكتبها على هذا النحو يعني لكن كان في معي شباب يعني جدا رائعين ودعمونا في الموضوع وكمان المخرج يعني حسين روعه. طبعا طيب احنا نعرف ان ما شاء الله تبارك الله ان انت كمان عندك مغامرات كثير في مجال المسرح في مجال الافلام القصيره في طبعا ويمكن اكيد اعزائي المشاهدين عارفينك من 37 درجه صحيح. اوكي وطبعا والان يمكن زي ما يقول لنا المخرج كمان بنشوف مشاهد اوكي لك كمان في نفس الفيلم فانت يا محمد يعني ايش عندك من افكار كمان انك ودك كمان تطرحها هل انت تبغى تلتزم الخط هذا ولا ان انت عامه مجال الفن هذا على قولهم زي ما نقول في دمك هو فعلا يعني هنا يعني يمكن مع المجال التخصصي مختلف لكنه المجال الفني فعلا يعني احب المجال هذا حتى لو يعني بغض النظر انا كنت مبدع فيه ولا لا بس انا احبه يعني فهمت علي في خطط الافلام ان شاء الله قصيره جايه لا مش شرط يعني في فيلم ثاني الان يعني تقريبا شبه مكتوب عن نفس القضيه جميل. لكن لسه ما صورته يعني وفي افلام ثانيه جايه بشكل يعني يعني كوميدي على شوي اكشن يعني بس انه لسه ما صورناها يعني جميل. نقول ان شاء الله في الخير لا واحنا نشجعك يعني انت في الكوميديا ما شاء الله الله يسلمك انا اول واحده ترى ما عرفته اعزائي المشاهدين اول ما دخل علينا هو الشخص الكوميدي الله يسلمك يسعدك طيب احنا الان بنروح نشوف المشاهد اوكي وبعدها نرجع ونستكمل الحديث الرائع معك الله يسلمك اوكي نشوف المشاهد ونرجع لكم أعزائي المشاهدين صباح الخير صباح النور لا وصيك ها عيوني تنتين يلا امشي باقي ما نبت حبيبتي يا ابن الحلال قايل لك لا تشربينها مويه قبل ما تنام هي ما راح تقول
مرحبا أعزائي المشاهدين. طبعا شفنا لقطات من الفيلم. أنا صراحة بالنسبة لي أنا هني أستاذ محمد على أنه الفيلم ما شاء الله فعلا كان يحتاج أن نتكلم عن موضوع هذا، لأنه يمكن أنا أكثر واحدة بيأثر علي مواضيع خصوصا الأطفال. نرجع لأستاذ محمد. الفيلم يمكن بس في نقطة معينة، في بعض المعلومات راح تظهر في الفيلم أو يعني يستشفها بعضهم من الكلام اللي موجود أو الحوار. هي معلومات يعني صحيحه يعني، وبعضها يعني حقيقه يعني، ما هي مجرد انه ابالغ في القصه يعني. عرفت كيف؟ يمكن في معلومه بس هي الوحيده اللي انا ما اضفتها، لاني انا قراتها في بحث سابق لكنه مش عند البحث عشان اوثقه يعني. انه عاده المتحرج جنسيا لا يمكن معالجته، بمعنى اخر انه السارق ممكن توديه مثلا لمكان يعالج فيه، بعد كذا يرجع رجل صالح في المجتمع. المتحرج جنسيا بالاطفال عاده حتى مهما عالجته لو رجع للمجتمع راح يرجع ثاني مره للاسف يعني. لا، وكمان اكيد ان شاء الله لفت كمان انتباه المشاهدين انه كمان شخصيه المتحرج الجنسي دائما يجيك اللي ابدا ما تكون تشك فيه. صح. في جميع يعني حتى يمكن الكاركتر اللي جبناه هذا لفت انتباهي. احمد الدويحي عفوا، هو مثل كمان معنا في 37، شكله لطيف يعني. أيوة فهمت أيوة عليه. وهو قريب يعتبر من يعني أحد الأشياء اللي دائما في المتحرشين الأطفال عادة يكون من الدائرة القريبة منه. صح. يعني عارف كيف يعني دار القريبة يعني لا تبعد كثير. صح. وعادة لا تعتقد أنه شكله راح يكون مرعب يعني. لا، وأنت شوف في أوروبا بيقول لك أخطر الناس ومن السفاحين وإن كان متحرشين اللي يجوك شكلهم. صح. بالطريقة هذه. صح. طب أستاذ محمد، أنت نبغى نسألك كشخصك، أنت عندك إن شاء الله مستقبلا مشاركات دولية ومحلية بإذن الله؟ والله شوفي، انا ممكن اعطيك كبلان على المسرح يعني. المسرح ممكن اعطيك كبلان فيه غير كذا يعني. المسرح ان شاء الله باذن الله تعالى عندنا مسرحيتين ان شاء الله جايه، منها في رمضان باذن الله تعالى على العيد يعني ان شاء الله. ويعني لكن الفيلم ان شاء الله راح يعرض على افلام يعني على مهرجانات ان شاء الله جايه ان شاء الله باذن الله. طب قبل ما نشكرك استاذ محمد، بنقول لك انت كنت الفيلم هذا لقيت دعم مره حلو ولا كان في ناس مزعلينك؟ لقيت مضايقات؟ لا، مضايقات ان شاء الله ما في ان شاء الله. يسعدك ربي. احنا نشكر استاذ محمد علي، اوكي، ونشكر تواجده هنا ونورنا. وتقدر تشرب قهوتك، تفضل. شباب يعطيكم العافيه، وزي ان شاء الله وتابعونا. وكلمه اخيره، تعرفون لازم انا خلود اختمكم كلمه اخيره حلوه. الاطفال شيء جميل، اوكي، وما نبغى تعيد حكايات، وانا ابغى تعيد حكايه المدرس ولا غيره. وانتم فاهميني القضايا الاخيره اللي طلعت حقت الاطفال، فارجو الام ولا الاب انتبه لابنك او بنتك. يعطيكم العافيه، وفاصل واصل بقيه برنامجنا سيدتي. شكرا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل، تعرفي على أحدث العلاجات لمشكلة تصبغات الجلد.